يا أخي أبوك وأمك، أخوك وأختك وأولاد، عمك وعمتك وأولاد، خالك وخالتك وأولاد، ثم أدناك فأدناك، هدول هن من صلة الرحم. وإذا أنت عم تصلن وهن ما عم يصلوك، يا أخي أنت صلهم لوجه الله. إذا قطعوك من أجل الدنيا صلهم من أجل الآخرة. سئل النبي بنحو من هذا السؤال في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، إن لأقارب أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. قال النبي: لا يزال لك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك، كأنك تسفهم المل، يعني الرماد الحار. قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال النبي في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. يا أخي أقل شيء بالتليفون، إذا كانوا بعاد بالتليفون ولو رسالة، يا أخي كل أسبوع وكل 15 يوم، كل شيء على قدر استطاعتك، المهم حتى ما تدخل بقطيعة الرحم. ورد أنه علي بن الحسين الملقب بزين العابدين قال لابنه: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته في القرآن ملعونا في 3 مواضع. ما قالوا لا تكون قاطع رحم، قالوا لا تصاحب، يعني حتى إذا شفت واحد قاطع للرحم لا تصاحبه. قال النبي في صحيح مسلم: ترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط يوم القيامة. فمن العلماء من قال: إما للمساءلة وإما للإنقاذ، يعني أنت تكون فرضا ماشي على الصراط تعترضك الرحم، تقول: ربي سله لما قطعني، ربي سله لما قطعني. فقد ورد في صحيح البخاري إن النبي قال فيما يرويه عن ربه: إن الله يقول للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال الله: هو لك. هذا والله أعلم. سلام عليكم. يا جماعة، الصور والتماثيل ذوات الأرواح بالبيت ما بتجوز، لأنه النبي قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أما ألعاب الأطفال لو كانت على شكل حيوانات أو على شكل إنسان تجوز، لأنها مستثناة. فقد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم أن الصحابية الربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاعوا جعلنا لهم اللعبة من العهن، يعني لعبة من الصوف أو من القطن. وكذا ورد في الصحيحين البخاري ومسلم أن عائشة كانت تلعب بالبنات، يعني بالعرائس، فكانت تلعب مع صويحبات لها في بيت رسول الله، فإذا رأينا النبي، صويحبات يعني إذا رأوا النبي كانوا ينقمعن والنبي يسربهن إلى عائشة ليلعبن معها. فعليه ألعاب الأطفال مستثناة لأنها تمتهن في البيت. هذا والله أعلم. يا جماعة، إذا إنسان نام عن صلاة المغرب أو نسيها فرضا وما تذكر إلا عند أذان العشاء، إذا كان في المسجد وأقيمت صلاة العشاء فيوحد النية مع الإمام ويصلي معه عشاء، بعدين بعد ما تخلص العشاء يقضي ما عليه من المغرب. هم ما في داعي يرتب، لأنه أمر الترتيب ليس بيده وقتئذ. وهذه الفتوى نقلها ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أعتقد 21 أو 22، نقلها عن كم من كبير من العلماء. أما إذا كان في البيت يوالي الترتيب، لأنه أمر الترتيب بيده، يصلي المغرب بعدين يصلي العشاء. هذا والله أعلم. سلام. يا جماعة، لو اجتمع الجن والإنس والدنيا كلها على أنه يغيروا آية ولا حرف ولا حركة من القرآن ما رح يقدروا، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الحافظ هو الله، والقرآن محفوظ إلى أن تقوم القيامة. لكن الملاحدة رح يجنوا، ما يتغير القرآن معهم، فما عاد يعرفوا شو يساووا. صاروا يجيبوا آيات من القرآن ويحطوا عليها موسيقى مشان يغيظوا المسلمين. قال الله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. والله يا أخي، لو الدنيا كلها تجتمعوا مشان يغيروا حركة ولا حركة من القرآن ما رح يقدروا. قال الله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا والله أعلم. سلام عليكم. فلا يهمك. يا جماعة، إذا إنسان نام عن صلاة المغرب أو نسيها فرضا وما تذكر إلا عند أذان العشاء، إذا كان في المسجد وأقيمت صلاة العشاء فيوحد النية مع الإمام ويصلي معه عشاء، بعدين بعد ما تخلص العشاء يقضي ما عليه من المغرب. هم ما في داعي يرتب، لأنه أمر الترتيب ليس بيده وقتئذ. وهذه الفتوى نقلها ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أعتقد 21 أو 22، نقلها عن كم من كبير من العلماء. أما إذا كان في البيت يوالي الترتيب، لأنه أمر الترتيب بيده، يصلي المغرب بعدين يصلي العشاء. هذا والله أعلم. سلام.
يا جماعة رح أسأل سؤال يلي يعرف جوابه بإذن الله المكافأة، والمكافأة هي عبارة عن دعوة بظهر الغيب، لا تواخذوني، هاي مكافآتي وهاي إمكانياتي. فرضا في شخص بده يفتح له معمل صغير لتعباية المعكرونة أو البرغل أو الرز أو أي مادة كانت، فرضا الرز، فسمى هالرز رز أيمن، عباها كيلو كيلو وجاب له 10 يشتغلوا معه، هدول ال10 شغلتهم يفوتوا على الدكاكين، يسألوا في رز أيمن، وهو العصريات بسيارته يروح لعند المحل يقول له بدك رز أيمن، فصاحب المحل يقول ايه والله يا أخي مطلوب رز أيمن، نزل لي كذا طرد. فهالطريقة اللي عملها كدعاية حلال ولا حرام؟ أتمنى أنه تجاوبه. يا جماعة رح أسأل سؤال يلي يعرف جوابه بإذن الله له مكافأة، والمكافأة هي عبارة عن دعوة بظهر الغيب، لا تواخذوني، هاي مكافآتي وهاي إمكانياتي. فرضا في شخص يحب ابن أخوه الصغير الرضيع، أخذه وطلع على السطح فحطه جنبه وبلش يصلي، وهو عم يصلي هذا الولد الصغير بلش يحبي لحرف الأسطوح، قال يلا هلأ أجيبه، وهو ساجد هذا الولد وقع. أنا بدي أسألكم سؤال، هذا الشخص عليه الدية وصيام شهرين متتابعين بما أنه الولد مات ولا لا؟ أتمنى أنه تجاوب. يا أخي لا يهمك رضا الناس، لأن الناس في الآخرة ما رح ينفعوك، أهم شيء رضا الله. قال النبي من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. والله يا جماعة النبي في صحيح البخاري إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم سلم عليهم 3. يحتمل أن يكون السلام أول 1 سلام الاستئذان، الثاني عند الدخول، الثالث عند الوداع. هذا والله أعلم. سلام عليكم. أيها المظلوم من آذاك، كفكف دموعك فالقدير يراك، وجه سهامك للسماء بدعوة فالله يعلم ما الذي أبكاك. النبي في صحيح مسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. قال النبي في صحيح البخاري إذا خلص المؤمنون النار، هون عم يتكلم النبي عن المؤمنون، إذا خلص المؤمنون النار حبسوا في قنطرة بين الجنة وبين النار يتقاصون مظالم بينهم كانت في الدنيا. قال الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينها حجاب، في رواية بينها وبين الله حجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع دعوة المظلوم إلى ما فوق الغمام، يقول لها لأنصرنك ولو بعد حين. هذا والله أعلم. اللهم أضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. آمين آمين والسلام والسلام. يا جماعة للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، يعني أول دفعة الدم تنزل منه الله يغفر له، ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة خير من الدنيا وما فيها فما بالك بهذا التاج، ويتزوج ب72 من الحور العين، ويشفع ل70 من أهل بيته. وكذا النبي قال عن الشهيد انه الحريق، يعني الحريق هو شهيد، والغريق شهيد، والمطعون والمبطون، والمرأة تموت بجمع يعني بولادة، وصاحب الهدم اللي وقع البيت على راسه بإذن الله شهيد، وكذا شهيد المعركة. هذا والله أعلم. سلام عليكم. يا جماعة الأغاني اللي فيها موسيقى حرام، لأن النبي في صحيح البخاري من حديث أبو مالك الأشعري ورد معلقا لكن عليه جمهور العلماء، النبي قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فمن كلمة يستحلون أي أنها حراما وهم يجعلونها حلالا. والنبي قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، شاء ذلك أم أبى، إلى أن قال والأذن تزني وزناها السمع. بعدين أستحلفك بالله، هل الموسيقى اللي انت عم تسمعها يوم القيامة في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك؟ الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله لإبليس واستفزز منهم من استطعت بصوتك، قال مجاهد بصوتك الغناء والمزامير.
أما إذا كلام بدون موسيقى فالأمر فيه متحمل، لأن النبي كان يقول في غزوة الأحزاب: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إلى آخره. والدف أيضا جائز، لأن النبي قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. والنبي دخل على عائشة في أيام منى في الصحيحين البخاري ومسلم، فوجد عندها جاريتين تغنيان وتضربان بالدف، والنبي لم ينههما. وكذا جاءت امرأة إلى النبي قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إن ردك الله سالما. قال النبي: إن كنت نذرت فافعلي. هذا والله أعلم. يا جماعة، رح أسأل سؤال يلي يعرف جوابه بإذن الله له مكافأة، وهالمكافأة هي عبارة عن دعوة بظهر الغيب. لا تواخذوني، هاي مكافآتي وهاي إمكانياتي. بعدين الدعوة بظهر الغيب مكافأة طيبة يا أخي. النبي في صحيح مسلم قال: دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول آمين لك بالمثل. فكيف إذا كانت هذه الدعوة وانت ساجد؟ الدعوة في ظهر الغيب أفضل ولا المال أفضل؟ على كل حال، رجل تزوج بامرأة بدون موافقة ولي أمره، كما هو معلوم أن العقد باطل، لأن النبي قال: أيما امرأة نكعت نفسها من غير وليها فعقدها باطل باطل باطل. طيب، إنسان بعد سنة، بعد ما تزوج هذه الامرأة بدون موافقة ولي أمره، بعد سنة قال: والله أنا بدي أروح أخذ موافقة ولي أمره وأمشي بالطريق الصحيح. فراح لعند أبوها مشان يكتب الكتاب ويجيب الشهود وكذا، وأخذ موافقة ولي أمره. هون هذه المرأة اللي تزوجها بدون موافقة ولي أمره والعقد تبعها كان باطل، يلزمها عدة ولا ما يلزمها عدة؟ أتمنى أنه تجاوبه. يا جماعة، خروج الدم من الإيد ولا من اللثة ولا من الرجل ما ينقض الوضوء. الدليل على ذلك في صحيح البخاري أن النبي كان في غزوة ذات الرقاع فأصيب رجل بسهم فخرج منه الدم ولم يتوضأ. قال الحسن البصري في صحيح البخاري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال عطاء، وقال محمد بن علي، وقال أهل الحجاز، وقال طاووس أنه لا وضوء في خروج دم. وقد ورد عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه عصر بثرة قيل في يده وقيل في وجهه فخرج منه الدم ولم يتوضأ. وقال الحسن البصري وابن عمر في صحيح البخاري: ليس على المحتجم وضوء إلا غسل مكان محاجمه. هذا والله أعلم. سلام عليكم. يا جماعة، رح أسأل سؤال يلي يعرف جوابه بإذن الله له مكافأة، والمكافأة هي عبارة عن دعوة بظهر الغيب. لا تواخذوني، هاي مكافآتي وهاي إمكانياتي. هل عدة المختلعة، يعني إنساني راحت رفعت أمرها لعند القاضي، القاضي خلعها، عدة المختلعة هي عدة المطلقة، يعني ثلاث حيضات، وهذا قول الجمهور. في قول آخر وهو قول عثمان بن عفان وقول ابن عباس على أنه عدة المختلعة هي حيضة واحدة. طيب، اجت امرأة وأخذت بقول عثمان وابن عباس ومسكت حيضة واحدة، يعني العدة تبع حيضة واحدة، وراحت بعدها تزوجت، هل زواجها صحيح ولا لا؟ لأنه في شيخ إجا قال: لا، زواجك مو صحيح، لأنه الجمهور يقولون أنه هي ثلاث حيضات. فأتمنى أنه تجاوبوا، زواجها صحيح تكمل ولا تترك؟ أتمنى أنه تجاوبوا. يا جماعة، في كبيرة من الكبائر لا تكفرها لا الصيام ولا الصلاة ولا الزكاة ولا حتى الحج، هي الغيبة، إنه أنت تحكي على الناس. النبي قال: رأيت حين أسري بي أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها صدورهم ووجوههم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين. أنا أستغرب من إنسان يصلي ويحكي على الناس، أستغرب من إنسان يصوم ويذكر الله وبالأخير يضيع حسناته. النبي سأل الصحابي في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. قال النبي: لا، المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. نصيحة لوجه الله: حسناتك اللي انت تجمعها بالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن لا تروحها بالحكي على الناس. هذا والله أعلم. سلام عليكم. يا أخي، لما تقول لأخوك ولا صديقك الله يشفيك إن شاء الله خطأ، الله يهديك إن شاء الله خطأ، الله يجزيك الخير إن شاء الله خطأ، لا تقل إن شاء الله في الدعاء، لأن النبي في الصحيح في البخاري قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول: اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. أنا إذا بدي مثلا أفعل شيء أقول: إن شاء الله أسافر لمصر، إن شاء الله أسافر للخليج، أقول إن شاء الله. أما في مسألة الدعاء ما أقول إن شاء الله. قال الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. في الفعل أقول، أما في الدعاء اللهم ارحمني إن شئت ما أقول هيك، أقول اللهم ارحمني، اللهم اهديني، الله يشفيك، الله يرحمك، الله ينجحك، هيك
بدون إن شاء الله في الدعاء. هذا والله أعلم. السلام عليكم. يا جماعة، الوساوس الكفرية أو الشركية أو وساوس الطلاق والتخيلات اللي في الصدر إذا ما تكلمت فيها لا تحاسب عليها. النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. إذا أنت ما تكلمت وما فعلت بإذن الله لا شيء عليك. في صحيح مسلم: جاء رجال إلى النبي قالوا: يا رسول الله، أحسسنا شيئا في صدورنا ما لو أطبقت السماء على الأرض أهون من أن نتكلم فيه. فسألهم النبي: أو أحسستموه في صدوركم؟ قالوا: نعم. قال النبي: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يعني هذا الإيمان الحقيقي لما أنت تكتمه. قال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا والله أعلم. يا ملحد، إذا قلت لك هالقنينة شوقي متى صارت لحالها ما راح تصدقني. بدك يعني أنا أصدقك أن السماوات والأرض والشمس والقمر والدنيا كلها تصارت لحالها؟ ورد أنه مجموعة من الملاحدة جاءوا إلى أحد الصالحين قالوا له: أعطينا دليل واحد على وجود الله. فما كان منه إلا أنه أخذ ورقة من شجرة التوت. قال: هذه دليل على وجود الله. قالوا: أتستهزئ بنا؟ قال: لا والله، لكن هذه الورقة تأكلها النحلة فيخرج منها عسلا، وتأكلها الشاة فيخرج منها لبنا، وتأكلها الغزال فيخرج منها مسكا، وتأكلها دودة القز فيخرج منها حريرا. إذا كانت المادة واحدة والصنعة متعددة، فمن يكون الصانع؟ لا إله إلا الله، والله أعلم. يا جماعة، المسبحة والعداد الإلكترونية مانا حرام، لأن النبي في صحيح البخاري قال: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ولو كانت كزبد البحر. طيب أنا ما بعرف أستخدم أصابعي 100 مرة، فاستخدمت المسبحة، أين المانع؟ استخدمت شيء مشان أضبط العدد يلي وصاني فيه النبي. طيب أنا استخدمت السيارة مشان أروح للجامعة، مانا حرام ولا أنا بدعة؟ استخدمت الطيارة مشان أروح للحج، مانا بدعة؟ أين البدعة؟ الحديث الوارد: أعقدنا التسبيحة بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، في سنده ضعف. وكذا ورد حديث في 3 صيغ: ورد حديث أن النبي كان يعقد التسبيح هو صحيح، ورد حديث أن النبي كان يعقد التسبيح بيده هو ضعيف، وأضعف منه كان يعقد التسبيح بيده اليمنى. فعلى كل حال، تستخدم المسبحة، تستخدم الحجر، تستخدم البحر، تستخدم الإيدة، كله جائز. هذا والله أعلم. يا أخي، لما عم تروح على الجامع في يوم الجمعة قبل ما يطلع الإمام المنبر قد ما بدك تصلي صلي، لأنه ورد نفل مطلق، ما ورد عدد معين. النبي قال: من أتى منكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي. يعني العدد مفتوح، حبيت تصلي 2 ركعة، حبيت تصلي 4، حبيت تصلي 10، حبيت تصلي 20، لحتى يطلع الإمام المنبر. هذا اسمه نفل مطلق، ما في عدد معين، قد ما بدك تصلي صلي. قال النبي: من أتى منكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام المنبر استمع وأنصت ثم صلى مع الجماعة غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. بعد صلاة الجمعة حبيت تصلي 2 ركعة، حبيت تصلي 4، يجوز. ورد بشيء من التفصيل عن عبد الله بن عمر أنه إذا صلى في المسجد كان يصليها 4، أما إذا صلىها في البيت كان يصليها 2. أما صلاة الظهر بعد الجمعة ما في، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. صلاة شو؟ صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة؟ هذا والله أعلم. جماعة، التورق له صورتين، في صورة حرام وصورة حلال. الصورة الحرام أنه فرضا أنا بدي أشتري تليفونك يا أبو الرز، بديش تبيعني إياه؟ $1000 تقسيط. طيب، أنا اشتريته منك $1000 تقسيط وبدي أبيعك يا كاش مثلا ب 700 أو 800، هون حرام، كبيرة من الكبائر، حيلة من حيل الربا. أما الصورة الحلال، عمي علي بديش بدك تبيعي تليفونك؟ $4000 بالتقسيط. بالتقسيط؟ نعم. أنا اشتريته منك ب 4000 ورحت بعته لشخص تاني ب 3000، بعته ب 5000، أنا حر، بضاعتي هاي، اشتريته منك بالتقسيط وبعته لشخص تاني مثلا ب 3000 نقدي، هون يجوز. هاي الصورة اللي شرحت لك يا حرام والصورة اللي شرحت لك يا حلال. هذا والله أعلم. سلام عليكم. يا جماعة، صلاة السنة إذا صليتوها لكم أجر، إذا ما صليتوها لا شيء عليكم، يعني ما عليكم إثم أبدا، لكن تحرمون من الأجر، والأفضل أنه أنتم صلوها. قال عبد الله بن عمر في صحيح البخاري: حفظت من النبي 10 ركعات، 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. وورد حديثهم في صحيح مسلم أن النبي قال: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الآن بدي أسأل سؤال، يلي يعرف جوابه بإذن الله له مكافأة، والمكافأة هي عبارة عن دعوة بظهر الغيب، لا تأخذوني، هاي مكافآتي وهي إمكانياتي. عندي صاحب يصلي في اليوم 12 ركعة، فكل يوم عم يبني بيت في الجنة، هيك عم يقول لي، عم مبني لنفسي كل يوم بيت في الجنة. قلت له: تبيعني بيت من هالبيوت ب $100؟ قال: إيه.
هل يجوز بيع بيت في الجنة ب$100 ولا لا؟ أتمنى أنه تجاوبوا. يا جماعة رح أسأل سؤال يلي يعرف جوابه بإذن الله له مكافأة، والمكافأة هي عبارة عن دعوة بظهر الغيب. لا تواخذوني، هاي مكافآتي وهاي إمكانياتي. معروف عند الكل أنه لا يجوز للمرأة أنه تتزوج إلا بموافقة ولي أمرها. إذا تزوجت بدون موافقة ولي أمرها فالعقد باطل، لأنه هيك النبي قال، قال أيما امرأة نكحت نفسها من غير وليها فعقدها باطل باطل باطل. ومعروف كمان إذا إنسان طلق زوجته طلاق أول أو ثاني وانتهت العدة وما رجع، ما عاد يقدر يرجع لها إلا بموافقتها وموافقة ولي أمرها وشهدين وعقد ومهر. طيب هون السؤال، إذا رجع بدون موافقة ولي أمرها، لما يطلقها طلاق أول أو طلاق ثاني وانتهت العدة ورجعها بدون موافقة ولي أمرها، هون العقد يكون باطل ولا لا؟ أتمنى أنه تجاوبه. يا جماعة النبي في صحيح مسلم كان يأكل الطعام بثلاث أصابع، بس ما أمر أنه أنت تأكل الطعام بثلاث أصابع، ما أمر. يعني مثلا في بعض الأكلات تأكلها بثلاث أصابع، مثلا التمرة بإمكانك تأكلها بثلاث أصابع، مو معقول التمرة تمسكها بخمس أصابع، ما راح تزبط معك. أو مثلا الرز تأكله بثلاث أصابع ما راح يزبط معك، لأنه إذا أكلت الرز مثلا بثلاث أصابع يمكن يقع منك. أو مثلا تمسك لي سندويشة بثلاث أصابع يمكن تقع منك، ما راح تتحكم فيها إلا بخمس أصابع فرضا. يعني هو ما أمر النبي أنه أنت تأكل الطعام بثلاث أصابع، ورد عنه بس ما أمر. مثلا ورد حديث في صحيح البخاري النبي قال إني لا أكل متكئا، النبي ما يأكل متكئا بس ما نهى عنه. هذا والله أعلم. يا جماعة أنا واقف بعتمة ليل، رح أجرب أطفي الضوء ولو ثانية وحدة لأشوف شلون يكون المنظر. هاي جزء بسيط من الوقت ما تحملنا العتمة، كيف رح نتحمل عتمة القبر؟ كيف رح نتحمل هالظلمة إذا ما نورنا قبرنا؟ يا جماعة أنصحكم نوروا قبركم بعملكم الصالح، لأن النبي في صحيح البخاري قال إذا مات ابن آدم وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم. يعني رح يتبعك عملك ورح يتبعك مالك وأهلك، أهلك ومالك رح ينصرفوا، ما رح يدخل معك غير عملك، فأحسن عملك مشان تنور قبرك. هذا والله أعلم. سلام عليكم يا جماعة. هذا الفيديو للمتزوج وليلي بده يتزوج. اللي بده يتزوج أسأل الله أنه يرزقه امرأة مطيعة وسيارة سريعة وشقة وسيعة ومال بالبنك وديعة. أما المتزوج أسأل الله أنه يزيده ويبعث له يلي يريده. يا جماعة الحديث الوارد أنه رجل جاء إلى النبي يشكو الفقر فقال له النبي تزوج، ثم جاء إليه مرة أخرى قال يا رسول الله تزوجت فما ازددت إلا فقرا، قال له النبي طلق. هذا الحديث لا يثبت عن النبي والله أعلم. سلام عليكم. يا جماعة أي إنسان إذا شك في صلاته ما عاد يعرف هو صلى ثلاثة ولا أربعة، ما غلب على ظني. إذا ما غلب على ظنه شيء يبني على الأقل، يعني ثلاثة ولا أربعة يبني ثلاثة ويكمل. طيب أنا ما عاد أعرف بالركعة الثانية ولا بالأولى، أبني على الأقل الأولى وأكمل في نهاية الصلاة أسجد للسهو. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى أربع أم خمس فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى إتماما لأربع شفعنا له في صلاته، وإن صلى خمسا كانت ترغيما للشيطان. هذا والله أعلم. سلام عليكم. يا جماعة الأذان في أذن المولود اليمنى حديثها ضعيف، فيه راو يقال له عاصم بن عبيد الله منكر الحديث لم يتابعه أحد. أما الإقامة في الأذن اليسرى حديثها منكر. فإذا إجاك ولد أولا أحسن تسميته، لأنه من حق الولد أنه أنت تسميه اسم طيب. وكمان أحمد الله واشكره، لأنه إبراهيم الخليل كان يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وكمان عوذه، فأم مريم كانت تقول وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والنبي في البخاري كان يعوذ الحسن والحسين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يقول لهما إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وكذلك التحنيك، يعني أنه أنت تجيب تمرة وتمضغها وتخليها في شفاة هذا المولود. وكذلك العقيقة، العقيقة هي في اليوم السابع، لأن النبي قال الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه في يوم سابعه، يعني محبوس عن خير حتى يعق عنه. فإذا كان ذكر شاتين متكافئتين، أما إذا كانت أنثى فشاة واحدة. وكذا إذا بإمكانك أنه تقص شعره إذا كان في اليوم السابع، طبعا إذا كان ذكر، أما أنه تزينه بمقدار ذهب وكذا كله لا يثبت. هذا والله أعلم. سلام عليكم.
يا أخي لما تتصل مع واحد بدل ما تقوله صباح الخير أو يسعد مساك أو هاي قل له السلام عليكم، لأن النبي قال إن أبخل الناس من بخل بالسلام. النبي قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. بعدين السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 10 حسنات وبركاته صاروا 30 حسنة. بعدين هاي بونجور جود مورنينج، والله ما فيها حسنات يا أخي، كتر حسناتك لأنه يوم القيامة نحن بحاجة لحسنة. فنصيحة لوجه الله كتر حسناتك بالسلام. النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال لما خلق الله آدم قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع إلى ما يحيونك فإنها تحيتك وتحيتك تحية ذريتك، يعني تحيتنا. فقال لهم السلام عليكم، قالوا وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال ابن عمر أن السلام ينتهي عند بركاته. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة النبي في صحيح البخاري قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة، يعني مثل السواد مثل الدخان. فيلوم إبراهيم فيقول له ألم أقل لك ألا تعصني؟ فيقول أبوه اليوم لا أعصك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي بعد أبي الأبعد؟ فيقول الله يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقال لإبراهيم انظر ماذا تحت رجليك. فإبراهيم ينظر إلى ما تحت رجليه فإذا بذيخ متلطخ، يعني مثل ذكر الضبع الكثير الشعر وعليه راجيع ودم، فيؤخذ بقوائمه يعني من أرجله ويداه فيلقى في النار. هذا والله أعلم. سلام عليكم.